بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 27. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال المصنف رحمه الله تعالى: وكذلك لم يقدره حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع الخلق ليوم يجازي المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه. ما زال المؤلف رحمه الله في بيان قوله تعالى: ما قدر الله حق قدره، وهذا يتناول أنواعا من الضلالات في حق الله جل وعلا. فما قدره حق قدره من أشرك به، ولا قدره حق قدره من جحد أسماءه وصفاته، ولا قدره حق قدره من خالف أوامره وارتكب نواهيه، وما قدره حق قدره من ظن أنه يفعل لا لحكمة كما تقوله الأشاعرة، وأنه يجوز عليه أن يعذب المؤمنين وأن ينعم الكافرين، إنما يفعل لمشيئة فقط، لمجرد المشيئة، وينفون عنه الحكمة في أفعاله. ولهذا يقولون هو منزه عن الأغراض، لأن الحكمة عندهم غرض فهو منزه عنها، وهذا تنقيص لله عز وجل، أنه يفعل لا لحكمة وإنما لمجرد المشيئة. فيجوز عليه أن يعذب أولياءه وأن ينعم أعداءه، هذا ما قدره حق قدره. وكذلك ما قدره حق قدره من زعم أنه لا يبعث العباد من قبورهم للجزاء والحساب، وأن المسلم يفني حياته بالطاعة ولا يبعث للجنة، وأن الكافر يفني حياته في الكفر ولا يبعث إلى النار، وأنه يستوي المؤمن والكافر في هذا، كل منهم يموت ولا يلقى جزاء ولا ثوابا. الله جل وعلا يقول: فنجعل المسلمين كالمجرمين، ما لكم كيف تحكمون، أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. الذي ينكر البعث ينكر العدل من الله، ينكر العدل والجزاء من الله عز وجل، وأن الناس كلهم سواء، اللي يكفر واللي يؤمن كلهم يموتون ولا فيه شيء، وأن خلق السماوات والأرض أنه عبث، ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا، ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، نجعل المتقين كالفجار. نحن نشاهد الكفار يعملون الجرائم والقبائح والكفر ولا ينالون جزاءهم في هذه الدنيا، بل يموتون وهم على كفرهم، ونشاهد كثيرا من المسلمين في عناء وشدة وأمراض وابتلاءات ولا ينالون من ثوابهم شيئا في الدنيا. هذا دليل على أن هناك دارا أخرى للثواب والعقاب، وإلا فإن هذا طعن في حكمة الله وعدل الله بين عباده، وهذا من أدلة البعث، من الأدلة القاطعة على البعث، أنه لو لم يكن هناك بعث لكان خلق السماوات والأرض عبثا وليس له نتيجة، ليس له نتيجة وليس لأعمال الناس نتائج. نعم. وكذلك لم يقدر حق قدره من زعم أنه لا يحيي الموتى ولا يبعث من في القبور ولا يجمع الخلق ليوم يجازى المحسن فيه بإحسانه والمسيء بإساءته، ويأخذ للمظلوم فيه حقه من ظالمه،
ويكرم المتحملين المشاق في هذه الدار من أجله وفي مرضاته بأفضل كرامته، ويبين لخلقه الذي يختلفون فيه، ويعلم الذين كفروا أنهم كاذبين. نعم، الله جل وعلا يقول إن الله لا يضيع أجر المحسنين، ولا نضيع أجر من أحسن عملا. نحن نشاهد أن كثير من المسلمين يموت وهو لم ينل شيئا من الثواب، هل معنى هذا أن الله ضيع عمله؟ نشاهد الكافر يفعل الأعمال القبيحة والجرائم والكفر والشرك ويموت ولا يلقى عقوبة، هل معنى هذا أنه يترك؟ نعم. وكذلك لم يقدره حق قدره من هان عليه أمره فعصاه، ونهيه فارتكبه، وحقه فضيعه. من لم يقدر الله حق قدره، من استهان بأوامره ونواهيه ولج في المعاصي وترك الطاعات. نعم. وذكره فأهمله وغفل قلبه عنه، وكان هواه آثر عنده من طلب رضاه، وطاعة المخلوق أهم عنده من طاعة الله، فلله الفضلة من قلبه وعلمه وقوله وعمله وماله، وسواه المقدم في ذلك لأنه المهم عنده. يخاف المخلوقين ولا يخاف من الله، خاف من الملوك والسلاطين ومن الناس، ما يخالف ولاة الأمور لأنهم يبطشون به، ولا يخاف من الله، يخالف أمره ويرتكب نهيه ولا يخاف منه، هذا لم يقدر الله حق قدره. نعم. يستخف بنظر الله واطلاعه عليه وهو في قبضته وناصيته بيده. نعم، لا يستحضر أن الله مطلع عليه وقادر عليه وأنه في قبضته، لذلك يسرح ويمرح ويكفر ويشرك ويفسق كأن الله لا يراه ولا يطلع عليه، في حين أنه يخاف من المخابرات ومن الاستخبارات ومن مخالفة الناس لئلا يعاقبوه، ويخاف منهم ويحذر منهم أنهم يطلعون عليه أو يعلمون عنه، تجده يخاف من الناس ولا يخاف من الله عز وجل. نعم. ويعظم نظر المخلوق إليه واطلاعه عليه بكل قلبه وجوارحه. نعم، يعظم نظر المخلوق إليه، ما يخالف الناس، يخاف أنهم يطلعون ويدرون عنه. نعم. ويستخفي من الناس ولا يستخفي من الله. نعم. ويخشى الناس ولا يخشى الله، ويعامل الخلق بأفضل ما عنده وما يقدر عليه، وإن عامل الله عامله بأهون ما عنده وأحقره. نعم. وإن قام في خدمة من يحبه من البشر قام بالجد والاجتهاد وبذل النصيحة، قد أفرغ له قلبه وجوارحه وقدمه على كثير من مصالحه، حتى إذا قام في حق ربه إن ساعد القدر قام قياما لا يرضاه مخلوق من مخلوق مثله. تجده فاترا في طاعة الله، وتجده جادا في إرضاء الناس، يرضي الناس ولا يرضي الله، هذا ما قدر الله حق قدر. نعم. وبذل له من ماله ما يستحي أن يواجه به مخلوقا مثله، فهل قدر الله حق قدره من هذا وصفه؟ إذا أعطى أحدا من الناس أجل له العطية، يريد منه المدح والثناء أو يخاف منه أن يسبه، وإذا تصدق لوجه الله ما يعطي إلا أردى شيء، ما يعطي من الصدقة لوجه الله إلا أردى شيء وأقل شيء. الله جل وعلا يقول ومن يعظم ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فالذي يعطي الصدقة من المال الجيد والكسب الحلال هذا هو الذي قدر الله حق قدره، أما اللي يعطي الهزيل والردي فهذا لم يقدر الله حق قدره. نعم. وهل قدره حق قدره من شارك بينه وبين عدوه في محض حقه من الإجلال والتعظيم والطاعة والذل والخضوع والخوف والرجاء؟ نعم، مثل ما سبق أنه يهاب الناس ويخاف الناس ويرجو الناس ولا يخاف من الله ولا يرجو الله. نعم. فلو جعل له من أقرب الخلق إليه شريكا في ذلك لكان جراءة وتوثبا على محض حقه، واستهانة به وتشريكا بينه وبين غيره فيما لا ينبغي ولا يصلح إلا له سبحانه،
فكيف وإنما أشرك معه أبغض الخلق إليه وأهونهم عليه وأمقتهم عنده وهو عدوه على الحقيقة؟ فإنه ما عبد من عبد من دون الله إلا الشيطان، كما قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فهو يطيع الشيطان الذي هو عدوه وحذره الله منه، ولا يطيع الله عز وجل. هذا لم يقدر الله حق قدره. نعم. ولما عبد المشركون الملائكة بزعمهم وقعت عبادتهم للشيطان، وهم يظنون أنهم يعبدون الملائكة. الذي يعبد غير الله من الجن أو الإنس أو الملائكة، هذا إنما يعبد الشيطان، لأنه هو الذي أمره بذلك. إلا من رضي من المخلوقين بأن يعبد من دون الله، أما الصالحون والملائكة هم لا يرضون بهذا وينكرون هذا، في يوم القيامة يتبرؤون ممن عبدهم ولا يرضون بذلك. نعم. كما قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة: أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون؟ قالوا: سبحانك أنت ولينا من دونهم، بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. نعم. فعبادة المسيح عليه السلام وعبادة الملائكة وعبادة الأولياء والصالحين إنما هي عبادة للشيطان وليست عبادة لهؤلاء، لأن هؤلاء لا يرضون وينكرونه ويجاهدون أهله في الدنيا قبل وفاته. نعم. فالشيطان يدعو المشركين إلى عبادته ويوهمهم أنه ملك. كذلك عباد الشمس والقمر والكواكب يزعمون أنهم يعبدون روحانيات هذه الكواكب وهي التي تخاطبهم وتقضي لهم الحوائج، وهم على الحقيقة إنما يعبدون الشيطان. الذي يعبد الكواكب والجمادات والأحجار والأشجار، هذه مخلوقات ما تعبد من دون الله، وهي لم تأمر بهذا، ما تأمر ولا تنهى، لأنها جماد. لكن الذي أمرهم في الحقيقة وأطاعوه هو الشيطان، أمرهم بعبادة هذه الأصنام وهذه الأحجار هذه الكواكب. أما هي في نفسها فليس عندها تصور، ليس عندها إدراك لهذه الأمور. فاللي يأمرهم ويطيعونه هو الشيطان. نعم. كذلك عند القبور قد يخاطبهم الشيطان ويظنون أنه الميت، قد يظهر لهم بصورة الميت، يشوفونه تصور بصورة الميت ويقولون هذا فلان وهو الشيطان. نعم. وهم على الحقيقة إنما يعبدون الشيطان، ولهذا إذا طلعت الشمس قارنها الشيطان فيسجد لها الكفار فيقع سجودهم له للشيطان لا للشمس، الشمس مخلوقة مسخرة. نعم. وكذلك عند غروبها، وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان. والمسيح عليه السلام كان ينهاهم في حياته، المسيح عليه السلام كان يأمرهم إنما ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن يعبدوا الله ربي وربكم، أن يعبدوا الله ربي وربكم. هذا الذي أمر به المسيح ومات عليه وهو يأمر به، أو رفع إلى السماء وهو يأمر به، آخر ما تركهم على هذا. لكن يعبدونه ويقولون إنه هو الله ثالث ثلاثة أو ابن الله. قد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال المسيح يا بني إسرائيل، وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، إنه من يشرك بالله قد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. هذا الذي قاله المسيح عليه السلام. نعم. ما قال لهم اعبدوني أو أنا ابن الله أو أنا ثالث ثلاثة، وإنما هذا شيء أحدثه النصارى بعد وفاة المسيح بقرون، لما ظهر اليهودي الخبيث بولس الذي كان يهوديا معاديا للمسيح، ثم فجأة أظهر الإيمان بالمسيح وأظهر النسك وأخرب دين النصارى وأدخل فيه الوثنيات، مثل ما فعل ابن سبأ مع المسلمين. ابن سبأ يهودي أراد أن يفسد الإسلام لكن الله حمى الإسلام منه. نعم. وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما. نعم.
وكذلك من عبد المسيح وأمه لم يعبدهما وإنما عبد الشيطان، فإنه يزعم أنه يعبد من أمره بعبادته وعبادة أمه ورضيها لهم وأمرهم بها، وهذا هو الشيطان الرجيم لعنة الله عليه. فلا عبد الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. هي الآن من يعبد الرسول يدعو الرسول ويستغيث به، هل الرسول أمر بهذا؟ الرسول نهى عن هذا أشد النهي، وجاهد عليه وقاتل عليه، ولكنه يعبد الشيطان ولا يعبد الرسول صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. نعم. فيدل هذا كله على قوله تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. وكل من عبد غير الله فقد عبد الشيطان، قد عبد الشيطان ولا يعبد ذلك المخلوق. نعم. فما عبد أحد من بني آدم معبودا غير الله كائنا ما كان إلا وقعت عبادته للشيطان. فما عبد أحد من بني آدم معبودا غير الله كائنا ما كان إلا وقعت عبادته للشيطان، فيستمتع المعبود بالعابد في تعظيمه له وإشراكه به مع الله الذي هو غاية رضا الشيطان. نعم، قد يوجد في المعبودين من يدعو إلى الشرك وإلى عبادته، مثل غلاة الصوفية الذين يقول قائلهم: من رآني أو رأى من رآني دخل الجنة، مجرد أنه يراه يدخل الجنة، أو يرى من رآه يدخل الجنة، هذا لا شك أنه طاغوت وشيطان من شياطين الإنس. نعم. ولهذا قال تعالى: ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس، أي من إغوائهم وإغلالهم. نعم. وقال أولياؤهم من الإنس: ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا، قال: النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم. هذا موقف الشياطين من الإنس يوم القيامة، هذا موقفهم، حتى الشياطين يتبرؤون، يظلون الناس في الدنيا ولا جاء يوم القيامة يتبرؤون منه، كما قال تعالى: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. هذا موقف الشيطان، يغوي ابن آدم ثم يتبرأ منه. نعم. فهذه إشارة لطيفة إلى السر الذي لأجله كان الشرك أكبر الكبائر عند الله، وأنه لا يغفره بغير التوبة منه، وأنه يوجب الخلود في النار، وأنه ليس تحريمه وقبحه بمجرد النهي عنه، فليستحيل على الله سبحانه أن يشرع لعباده عبادة إله غيره، كما يستحيل عليه. واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، هل جاء رسول من الرسل يأمر بعبادة غير الله؟ حاشا وكلا، الرسل مجمعون على إنكار الشرك وكذلك أتباعهم، الله لم يشرع الشرك أبدا، وإنما شرعه الشيطان لبني آدم لأنه عدو لهم يريد أن يهلكهم، قد تعهد بهذا: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا، فهو يتوعد ويهدد، وقد فعل ما هدد به وأضل كثيرا من الناس. نعم. كما يستحيل عليه ما يناقض أوصاف كماله ونعوت جلاله، وكيف يظن بالمنفرد بالربوبية والإلهية والعظمة والإجلال أن يأذن في مشاركته في ذلك أو يرضى به، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولذلك صار ذنب الشرك أعظم الذنوب، لأنه لا يغفر، في حين أن الذنوب تغفر بإذن الله إذا أراد الله، أما الشرك فإنه لا يغفر. وأيضا المشرك حرم الله عليه الجنة، وأما المعاصي فلا تحرم الجنة، قد يدخل النار لكن يخرج إلى الجنة إذا كان في قلبه إيمان وتوحيد، ولو كان عنده معاصي وكبائر، وإن عذب في النار فإنه مآله إلى الجنة، خلاف المشرك فإنه لا طمع له في الجنة. هذا يدل على أن الشرك هو أعظم الذنوب. نعم.
فصل. فلما كان الشرك أكبر شيء منافاة للأمر الذي خلق الله له الخلق وأمر لأجله بالأمر الديني كان من أكبر الكبائر عند الله، وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم. فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب. نعم، كما سبق أن المصنف رحمه الله يقول الشرك هو التشبه بالله أو التشبيه، تشبيه الله بخلقه. تشبه بالله في الكبر، الكبر الذي يتكبر هذا تشبه بالله، لأن الكبر يا لله سبحانه وتعالى، والعزة والعظمة لله. أما أنت مخلوق ضعيف، كيف تتكبر؟ فهذا تشبه بالله، المتكبر متشبه بالله في كبريائه وعظمته. والتشبيه هو عبادة غير الله، لأن من عبد غير الله فقد شبه معبوده بالله، شبه معبوده بالله. نعم. وكذلك الكبر وتوابعه كما تقدم. فإن الله سبحانه خلق الخلق وأنزل الكتاب لتكون العبادة والطاعة له وحده، والشرك والكبر ينافيان ذلك. ولذلك حرم الله الجنة على أهل الشرك والكبر، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ولا يدخلها من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه بضد ما وصف به نفسه. قول على الله بلا علم لا أشد من الشرك، لأن الله جعله فوق الشرك بقوله تعالى: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. الشرك يدخل في القول على الله بغير علم، فالمشرك قال على الله بغير علم. نعم. وما أسهل القول على الله الآن على كثير من الناس بغير علم، ما أسهل القول على الله بغير علم عند كثير من الناس في التحليل والتحريم والفتوى، وأشد من ذلك في الشرك، الشرك ودعاء وعبادة غير الله ونفي الأسماء والصفات، كل هذا قول على الله بغير علم. نعم. ويلي ذلك في كبر المفسدة القول على الله بلا علم في أسمائه وصفاته وأفعاله ووصفه بضد ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا أشد شيء منافاة ومناقضة لكمال من له الخلق والأمر، وقدح في نفس الربوبية وخصائص الرب. فإن صدر ذلك عن علم فهو عناد أقبح من الشرك وأعظم إثما عند الله، فإن المشرك المقر بصفات الرب خير من المعطل الجاحد لصفات كماله، كما أن من أقر بالملك للملك ولم يجحد ملكه ولا الصفات التي استحق بها الملك، لكن جعل معه شريكا في بعض الأمور تقربا إليه، خير ممن جحد صفات الملك، خير ممن جحد صفات الملك وما يكون به الملك ملكا. هذا أمر مستقر في سائر الفطر والعقول. فأين القدح في صفات الكمال والجحد لها من عبادة واسطة بين المعبود الحق وبين العابد يتقرب إليه بعبادة تلك الواسطة إعظاما له وإجلالا؟ فداء التعطيل هو الداء العظيم. يعني نفات الصفات، نفات الأسماء والصفات أعظم جرما من المشركين من وجه، لأن المشرك يزعم أنه يتقرب إلى الله وأن الله لا يوصل إليه إلا بواسطة، فهذا من تعظيم الله في نفسه، بخلاف المعطل فإنه استهان بالله ونفى عنه الأسماء والصفات وتنقص، فهو شر من المشرك. نعم. فداء التعطيل هو الداء العضال الذي لا دواء له، ولهذا حكى الله عن إمام المعطلة فرعون أنه أنكر على موسى ما أخبر به من أن ربه فوق السماوات: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. يوهم الناس، يقول لهم، يقول هامان وزيره ابن لي صرح، يعني يبني له شيء مرتفع، يبني له منارة أو مقصورة مرتفعة ليذهب إلى السماء يبحث عن هل إله الذي أخبر عنه موسى. هذا من باب الجحود والعناد، وإلا هو يعلم أنه ما هو باصل للسماء ولا مطلع على السماوات، لكن يموه على الناس
ويتحدى موسى بزعمه. نعم. واحتج الشيخ أبو الحسن الأشعري في كتبه على المعطلة بهذه الآية. نعم، أن موسى عليه السلام أثبت العلو لله، والمعطلة ينفون علو الله. نعم. وقد ذكرنا موسى أثبت العلو لله بدليل أن فرعون قال يا هامان ابني صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى إلى إله موسى، وقال أيضا يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غير فأوقد لي يا هامان على الطين أجعل لي صرحا، يبيه عمل آجر لأنه أقوى ويبني منه العمود اللي يصعد عليه، لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. نعم، هذا دليل على أن موسى أخبره أن الله في السماء. نعم. وقد ذكرنا لفظه في غير هذا الكتاب، فالقول على الله بلا علم والشرك متلازمان. نعم. ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات الله وتكذيبا بما أخبر به عن نفسه وأخبر به عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، ولما كانت البدع المضلة جهلا بصفات نقف على البدع. نعم.